في ناس كتيرة بتقول إن مش ممكن أتغير، بس الحقيقة إن أنت في كل نفس من أنفاس الله سبحانه وتعالى يجعلك مولودا جديدا. بعض الناس ما بتصدقش ده، بس هتعمل إيه وكل يوم بيقولك أنا يوم جديد على عملك الشهيد؟ أنت كل نفس من أنفاسك هي حياة جديدة ربنا سبحانه وتعالى بيوهبها لك. أنت لو شفت كل التغيرات اللي في العالم كلها لما بيحصل كل نفس بتتنفسه، هتعرف إن أنت كل نفس وكل طرفة عين بتتولد من جديد. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، ما كانش المقصود بيه جددوا إيمانكم فقط بأن أنتوا تزدادوا اعتقادا إن الله موجود، لكن تزدادوا كمان اعتقادا بأن الله سبحانه وتعالى هو الآن على ما عليه كان، فهو كان خالقا كان مبارئا وهو الآن خالق وبارئ. أنت عشان تتخلص من كل أوجاعك وألامك وأحزانك ومتعبك لازم تعرف أن أنت في كل نفس بتتولد من جديد. طب تعمل إيه عشان تقدر تحس بهذا الأمر؟ أول حاجة لازم تتعود ان انت في كل فكرة بتجيلك حاول تكون دايما بتغمسها في ذكر الله وفي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كل فكرة حاول تربطها بقد ايه هتوصلك لمرضات الله سبحانه وتعالى. مثلا اذا اردت ان انت تفكر تقول ايه للناس، فكر بس ان انت الكلام ده الله سبحانه وتعالى يسمعه وحاول تغمسه في الحب اللي ربنا بيحبه. كمان ببساطة خالص خليك دايما عندك ذكر يخرجك من اي لحظة كآبة، لان لحظة كآبة بتقربك من موت القلب. وانا انصحك ان انت تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي.